السلام عليكم ومرحبا بكم معايا على القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم جبت لكم الجديد وجبت لكم واحد الجاتو اللي كيكون اقتصادي ورائع مذاقا وشكلا. هذا الجاتو هذا اللي كيتحضر بعجينة واحدة وكيكون سهل واقتصادي، حتى إذا ما كانش عندك الوقت يمكن أنك تحضره يعني في آخر لحظة. إذا كنت مهتمة بهذه الوصفة نتمنى أنك توقعي حتى النهاية. والآن مروا لتحضير الوصفات. المقادير اللي غادي نحتاجهم لتحضير هاد الحلويات، هنا المقادير اللي غادي نعطيكم غادي يكونوا مقادير يعني أساسية، هنا غير المقادير ديال العجينة، ما غاديش نديرو فيهم نكهات ولا، يعني هذه العجينة الأساسية اللي غادي نديروها كمرحلة أولى. فهاد المقادير غادي نحتاجو كاسونس ديال السكر سنيدة، هنا الكاس اللي عبرت به هو الكاس ديال اتاي، هنا عندي كاسونس سكر سنيدة مع واحد ساشي ديال فاني، هنا عندي نصف كاس ديال الزيت، كاس ديال المايزينا، هنا عندي زوج بيضات كاملين مع زوج صفار البيض، لاننا احتفظنا بزوج بياض البيض غادي نحتاجوه في التزيين. هنا نعاود نذكر، هنا عندي 4 ديال البيضات اللي استعملت زوج بيضات كاملين مع زوج صفار البيض، هنا عندي 15 غرام ديال خميرات الحلويات، هنا عندي نص كيلو ديال الزبده والدقيق على حسب الخليط. هنا استعملنا هذا الكاس ديال المايزينا باش تجينا هاد الحلوه هشيشه. هنا غادي نقومو اولا نخدمو الزبدة ديالنا مع السكر سنيدة مع السكر الفاني، غادي نخدموه مزيان حتى نحصلو على واحد العجينة اللي دايرة بحال الكريمة. هنا من بعد ما خدمنا الزبده ديالنا غادي نمروا باش نضيفوا البيض وحتى هو ندمجوه مزيان مع هذه الزبده. من بعد غادي نضيفوا الزيت، من بعد ما غادي ندمجوا هذا الزيت مع البيض والسكر والزبده غادي نضيفوا هذا الكاس ديال النشا مع الخميره مع الدقيق. ولازم في هذه المرحله هذه اننا نخليو العجينه شويه مرخوفه، لانه كما يعني قلت لكم في البدايه غادي نشكلوا بهذه العجينه عده اشكال، ولهذا غادي نديروا لها اضافات. هذه عجينه اساسيه اللي غادي نديروا لها من بعد الاضافات، حيت الا درناها في هذه المرحله قاصحه من بعد ما غادي نزيدو هادوك المكونات ديال النكهات غادي تجينا هاد العجينه قاصحه وما تجيناش كما بغيناها. هنا كنحصلوا على واحد العجينه هكا، واحد هادوك المكونات يوليو لنا بحال الكريمه، ضروري ما نخدمو هاد المكونات مزيانين، يعني نخدموهم مزيان. هنا غادي نضيفو النشا، كنبقاو نضيفو الدقيق بشويه بشويه. انا صافي هنايا العجينه ديالي كما كتلاحظوا يعني كتبقى رطبه بزاف، بهذاك الكيلو ديال الدقيق بقات لي يعني غير هاد الشويه هذه، قلي على حسب كاس بيه. والان غادي نمروا باش نقسموا هاد العجينه ديالنا على حسب النكهات اللي بغينا. هنايا من بعد ما حضرنا العجينه ديالنا انا هنا قسمتها على 6 ديال الاشكال يعني 6 ديال النكهات. هنا غادي نمروا باش نشوفوا المقادير اللي غادي نحتاجوهم للتزيين.
هنا فواحد واحد الشكل هذا غادي نحتاجو فيه الزنجلان مع النسمه ديال القرفه اللي غادي نديروها في هاد بياض البيض عاد نديروه في الزنجلان. والنوع الثاني غادي نديرو المشوك، يعني غادي نغطسو الكريه ديالنا في البياض البيض ونغطسوها في اللوز او القوقاو مهرمش. كاين النوع الثالث اللي غادي نحتاجو فيه نواه كوكو. النوع الرابع غادي نديرو فيه نسمه ديال الكراميل. النوع الخامس غادي نحتاجو فيه القشور ديال الحامض، يمكن لكم تستعملوا كذلك النكهه ديال الحامض. والنوع السادس غادي نحتاجو فيه الكاكاو، يعني غادي يجينا بالشوكولاط. النوع ديال الشوكولاط هذا ديال الكاكاو غادي نزينوه شوكولا بلون. والنوع ديال الكراميل غادي نديروه غادي نطيبو نسلي لو لي كونسونطري ونديرو له في هذيك الثقبه ديالو في الوسط. هنايا خليت شويه ديال الفرينه باش نبقى نضيفها في هذوك العجينات اللي ما غاديش نضيف لهم يعني شي حاجه اللي تجمعهم. هنا غادي نبدي بالشكل الاول اللي غادي نضيف له واحد شويه ديال نوت كوكو ونحاولوا اننا ما نعجنوش هاد العجينه بزاف، يعني غير ندخلوا فيها هاد المكونات هادو. هنا حضرنا الشكل الاول، هنا غادي نضيفوا الكاكاو. هنا عندي جوج معالق ديال الكاكاو، معالق كبار. هنايا حضرنا الشكل الثاني، هنا غادي نمرو باش نحضروا الشكل الثالث. هنا غادي نضيف شويه ديال الكراميل. هنايا غادي نزيدو على حساب واحد المعلقه ديال الدقيق. هنايا غادي نضيفو النكهه ديال الحامض. وهذه كذلك غادي نضيفو لها واحد على حساب معلقه ديال الدقيق. بهذا الشكل هذا غادي نضيفو له معلقه صغيره ديال القرفه. مع شويه ديال الدقيق حتى هي. وهاد الشكل التالي ديال المشوك يمكن لكم انكم تخليوه هكا يكون نكهه ديالو طبيعيه، او كذلك يمكن لكم انكم تضيفوا له اي نكهه بغيتو. انا هنا غادي نضيف له النكهه ديال الفريز.
وغادي نزيد واحد شويه ديال الدقيق. وهنايا من بعد ما شكلنا العجينات ديالنا غادي نمروا باش نشكلوهم ونعطوهم الاشكال اللي بغينا. هنا غادي نبداو بهذا الشكل هذا ديال القرفه، انا غادي نشكلو به هلاليات وغادي نغطسوه في بياض البيض ومن بعد نغطسوه في الزنجلان. الزنجلان هنا انا ما حمرتوش حيت الا حمرته دابا وزاد طاب غادي يتحرق لنا هذا الكاطو. هنا غادي نمرو باش نبقاو نديرو كرات ونبقاو نعدلو بهم هلاليات ونتلاقاو من بعد في الشكل الثاني. وهنايا من بعد ما درنا بهم هلاليات هكا غادي نغطسوهم في صفار البيض ومن بعد نغطسوهم كذلك هنايا في الزنجلان ونحطوهم في الصينية. ونقادو لهم الشكل باش نعطيهم الهلال. وهنايا نفس الشيء اللي درناه مع الحلوى ديال الزنجلان غادي نديروه مع المشوك. غادي نديروه كرات صغار هكا، نغطسوهم في بياض البيض. وهنايا هكا نديروهم في اللوز. وهنايا غادي نديرو فيهم واحد الحفرة صغيرة باش من يطيب نعمروها. كنوصلوا بهذا الشكل هذا حتى نكملوا هذه العجينه ديالنا ديال المشوك. الشكل الثاني ديالنا هو وجد. وهنايا هاد الحفره هادي الا شفتوه من خرجوه بالفران انها تنفخات عاودوا مره اخرى تكيو عليها باش نقدروا نزينوها. يمكن لكم تزينوها بالمربى ديال الفريز او يمكن لكم كذلك تزينوها غير بهذيك النسمه هذاك اللي استعملتوه في العجينه، تخلطوه مع الناباج والجلوكوز وتعمروا بهاد الحفرات هادو، تخليوه شويه يبرد وتعمروا به هاد الحفرات باش ما يسيلكمش. والان غادي نمروا باش نحضروا الشكل الثالث. هنايا غادي نمروا نديروا هاد الشكل هذا ديال الشوكولات اللي غادي نحتاجوا فيه واحد المول ديال السيليكون. نديروا كرات هكا صغار وندخلوهم في المول. غاديش نعمروه كامل. الشكل الثالث ديالنا ها هو وجد. والان غادي نمروا باش نحضروا الشكل الرابع. والشكل الرابع ديالنا هو ديال الحامض اللي غادي نحتاج في التزيين ديالو سكر سنيده ومرشم.
هنا كنديروا كرايه هكا ونغطسوا واحد الجهه ديالها في السكر سنيده، ومن بعد غادي نوركو عليها بالمرشه. وكنوصلوا بهذه الطريقه هذه حتى نساليو هذه الكميه ديال العجين اللي عندنا. وهنايا غادي نحضروا الشكل الخامس ديال نواه كوكو اللي غادي نديروا منه كريات، ومن بعد نغطسوا حبه ديال القوقو او اللوز بقشورو ونغطسوه في صفار البيضه، ومن بعد غادي نحطوها فوق الكرايه ديالنا ديال الكاطو بهذا الشكل هذا. باش نعطيو له الشكل ديال الغريبه ديال الكوك اللي كان سبق لي وشاركتها معكم ولكن بمقادير مختلفين. وانا غادي نواصل على هذا الشكل هذا حتى نسالي هذه الكميه ديال العجين اللي عندي. وهنايا وصلنا للشكل الاخر ديالنا ديال الكراميل، حتى هو غادي نديرو منه هكا كريات. وهنايا عندي هذا المرشم هذا اللي كتكون فيه هذه الثقبه باش نعمروه بالشوكولاته الابيض او الكراميل على حسب الرغبه ديالنا. وكيعطينا هذا الشكل هذا. غادي نواصلوا بنفس الطريقه حتى نساليو العجينه ديالنا كامله. هنايا باش نزينو هاد الشكل هذا ديال الكاكاو، هنايا ذوبت غير الشوكولاته الابيض ما ضفتلو حتى حاجه، وغادي نبقى نعمر هاد الحفيرات اللي فيه هنا. وهنايا هاد الشكل الثاني ديال المشوك غادي نزينوه بنباج او الكونفيتور ديال الفريز. وهنايا هاد الشكل ديال الكراميل شويه رشيتو بسكر كلاصي، وغادي نزينو بالحليب نسلي اللي طيبناه في الكوكوت، وكنبقاو نعمرو هاد الحفار ديالو في الوسط نعمروهم بالكراميل. الفيديو ديالنا ديال اليوم وشك على الانتهاء، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الا عجبكم الفيديو تركوا لي اعجاب وتعاليق وشاركوه مع احبابكم وصحابكم باش يستافدوا حتى هما. ونضرب لكم موعد في وصفات وحدين اخرين ان شاء الله. الى اللقاء.